معك موقع موريتاني بوينت كوم. شنو موقفك من خطاب بيرام شور جنيف لموريتانيا الدولة بهذه العنصرية؟ كم موافق ولا ما راك موافق؟ أنا بالنسبة لي أنا خطاب بيرام إيجابي، وذي قال مولي حقيقي ما فيش قد ينتهى. اللي بيرام أصلا راجل مصري مناضل معروف بالنضال. نحن مولي عايشين في موريتانيا، حد ذكر علينا موريتانيا ما فيها العنصرية. لكن قال اللي يقول يقول شي واحد. موريتانيا فيها العنصرية 100%. سمعت ولا قد حد فيها يا قير بدل من فهمش بعض من الاشخاص نافينا وقالين لنا ما حق يا قير هي خارقه ما قد حد يقول لنا ما هي خارقه عنصريه هون صفر صفر موريتانيا ست المجالات معروف فيها العنصريه ممارسه مولي داع للرجال السود بارتو مساوي منهم الاحراطي مساوي منهم الزنوج هذا كامل ممارسه للعنصريه شدك حال كامل ممارسه للعنصريه شكرا لك ولا اعتبر مولي انا اعتبر مولي انك نامو ايجابي ومناصرين ومناصرين ومولي صفر صفر يعني هذا كان مع موريتان موريتان نقطة ساعة سيلة بوين شو ايسي عن موريتاني سانتر فين مرسي موقع موريتانيا بوين كوم موقفك شنو استاذ الخطاب بيرام شو بن صاره عن موريتانيا دولة عنصرية فيها ظلم موقفك هناك شنو حق ولا ما حق؟ حق بيرام عرفنا كاع من دايما نافع الاله عرفنا فيه كل شيء حقيقي والله لهم فيه لا عنصرية هميش يا كاميرا هون في موريتانيا انت هون في البحر ممارسه لك العنصريه في ممارسه عرمه هون والله لو ما جاي من القطر فعلا شكرا موجود معي او شو بقول لنا صار راك انه نصوص جاي 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 باي لا باي سو بوين دي بارابور اك ديسكور بيراميدي موريتاني بي بو ابار بو ام ابارتاي يقولوا لا باي سو بيرام لو مو واخ يوب دغلا انت يوب خمنا بيرام لو مو واخ دغلا ميم باس فيك فين لا دغلا parce que mom da yoro fit ben hein da la yoro xol bu baax ben parce que day xol ku amul dara quoi di wax ci mom xam nga ay aboudiyel aboudiyel mi ngi fi beuri na ma sha Allah di ci wallah aboudiyel raaya won ci yaasir won ansoriya fi plage amna ansoriya fi plage amna racisme ak fagaay ansoriya won ci ak far place ansoriya won ci yaab le pas raaya won fi le pas wallah plage raaya la gaga plage yekki كم عندما موريتانيا السؤال المطروح هو خطاب زعيم بيرام شار جنيف موريتانيا دولة في الابارتايد اللي هو تمييز عنصري بالعربية هل تم موافق هذا أم لا؟ اللي هو شنو ما ابارتايد شنو سموا بعد؟ فعلا خطاب رئيس بيرام ولا السيد بيرام ولا الشخصية المحترمة بيرام فهم شيء من العنصرية يا غير مو كبير الحمد لله قطعنا مرحلة خطينا مرحلة العنصرية اللي فيها بيا واحد وكحل واحد احنا ضريك الحمد لله خاصنا لاحد يخلينا بهدوء شو خلي الموريتانيين خوت بيضان وحراطين وكواط موريتان كامل سيان لا بيض ولا كحل ما فهم فرق فهم فعلا بعض التهميش فهم طبقات مهمشه كي الفقراء سيان يقولوا لا بيض ولا كحل قايلينها فهمتوا وهذا هو وجهه نظري في الخطاب شكرا شكرا استاذ معك موقع موريتاني بوينت كوم وش نظرك يندور حول خطاب رئيس بيرام شور جنيف من موريتانيا دولة فيها الابارتايد والعنصر ميز عنصري موقفك من هناك شنو الخطاب قال بيرام شو جدا؟ طيب السلام عليكم شباب بالنسبة لخطاب رئيس بيرام والدعم لابيت هذا الخطاب لا ينطبق على كلين قال المجتمع الموريتاني لين قالوا النظام الامبرسايد موريتاني غير موجود في الدنيا فهو استمر شكرا لك شكرا مواطن موريتاني رجع في الشارع سولوك خطاب بيرام شور جنيف عن موريتانيا دوله في الابارتايد تمييز عنصري موقفك منه شنو؟ هل هذا قال خارج ولا ما خارج منه شنو؟ لا رحمه الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين شاكر النائب الموقر بيرام الذهبي لكن الخطاب اللي قال وهو يعرف حقيقته يعرف الابارتايد اللي بعد اللي نعرفه احنا معناها لان كان في تمييز عنصري في جنوب افريقيا كان فيه البيض في مكان والسود في مكان ولا يجابروا ما فهم وسيله تجبر في العالم بحاجه للاضطهاد وبالنسبه لنا احنا موريتان هون وداها برام داها عبيد برام والله برام داها عبيد هو ادرى مني انا بهذا بالله بالله لانه يعرف على انه سكن مع البيضان وقرا مع البيضان وعاش مع البيضان والشيء خلى البيضان قاعد هو من راسه ومعروف ان موريتانيا حد خرص مدارسه وحد خرص طبها وحد خرص جميع المرافق العموميه فيها يعرف على انها ما في التمييز اللي كان موجود في جنوب افريقيا شكرا يعرف على ان هذه على كل حال خطاب
قالوا هو يعرف حقيقته هو من راسه يعرفها لانه يعرفوها حقيقته انا ما ماني هو قال عمله مو مستهدف الشعب الموريتاني مستهدف النظام حرهم وبيرام شلون بالانصار هو قال عموريتان دوله عنصريه هل انت موافق عن بيرام اللي قال حق ولا مو حق؟ والله بيرام ما يقول موسي حقه بيرام ما يقول موسي حقه الجهل والله اللي حق والله العبوديه اللي يسر والله الاستعمار اللي يسر واللي موات يا مدايقين يقولون يمشي اللي مهم شيء كامل ما عند شبابنا ما عند كبيرنا ما عند صغيرنا كل واحد شكرا هاي انه مشغل بينه ومرضين والله ما يشتغل يا اخو والله والله انت شكرا 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 Olof Mauritania n'est-ce pas? Wow. Nous y arrivons ici en 25e. Nous là direct discours président Biram pour moi fait en Europe. Ni Mauritanie amna apartheid. Est-ce que deug la Mauritanie amna apartheid wala amuko? Amna ko. Ba ñun ñoy Mauritanie point comme nak. Oui, lolu amna ko ba. Té li mo am ko Sénégal, mo fi mo fi daw mo fi am. Ma moy sa preuve. Oui. Mo fi am. Mo sa preuve la. Sama preuve mo di gis na ko sama doom yaangi fi di jang bir sap xal di fi. Ñoo ngi jang fi ci collège minaire fi. Chaque jour ñoo ngi daanu. Chaque jour ñoo ngi daanu ma jëm di len jëli ji. Chaque instant, nous avons dit que 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 nous avons dit à partir de 6e ba 5e ba basra ay nit ñu rek ñoo fi nek jërëjëf mauritania.com on yes mado question god woni discours président bilan tohé de genève est-ce que mauritanie ne wodi apartheid wala ala point de vue ma andi wallahi ene wodi kassa wallahi mustani kay minen filmi ci bina faadi hande ko ak xassa sa min ci hen ene mus minen non kay ñu di ngulé ndi xewne wona de ci meden hande sini kidi shago jabe mi jida kanyal tulli ni mi dudu ligade ni je mi enno ni don avenir la ni don avenir shogo ni jina ba men ummi chogli me yimbe dal le le hey apartheid ni tabina da welan hay halde ga sem jogi choli sho yem jami ni choli sho hol ni ko digra ni je hay godi da yel tulli ni min da ni jere sini kidi shago jabe min ligo kada hebe ngendu ko min jidi ho de bollu min ko min jidi ho miskin jaw kidi ko jidi go tan opo ni men yimbe dejen ni do won halaha min ko dina ni ko walon wala persi daga wala dum yoga min jidi ko min nguri amé neddo er fodi wurti han tan min tokle leydi ko ko min nguri na amen hadde jamen utuf min beltima leydi ko leydi min en fo dem ala wax bodo jala wax balaji fof godum dum ko Allah wadi wana neddo wadi a fami tan min nyaagi on madrasa ma donc site mauritanie.com discours biram tohe de genève ou bi mauritanie wodi apartheid gong wala wana gong ko biram wi mauritani wodi apartheid ko dum ko gong ko dum woni ko min gurdu dum woni ko min jaar jamna nyalo no jeetal ko dum kadi min gurde bandiraba men mo min gondi do be donc sunu ko saga men fam ko wi ko haali apartheid men e mauritani gouvernement yo hor mum en foti daraade a gongde no dum do ko biram haali ko kala safar mo way safru safran dum safran minen ko safran minen patta minen min jidi ko wurdu minen be leddi gondi do di ko en der mauritani do jam taw hay gor bonnaani hay gor rufan jewdi janan da helan kaake janan ko min jidi tan ko do jam min jidi ko wi apartheid wodi ko dum ko wona ko yimbo foen gandi dum kal jibnaade hande en andi dum mo yi ko kee ko mo jaara victime 89 dum ko apartheid ya kanyum ne en mawni wona hunde toxel min kalaani affaire balebe bangue wade bangue dum non nana etats unis ko wi aka apartheid sa wi afrique sud wi am apartheid ko be nguri ko no wade be ngurde balebe ko balebe yidibe wadebe burbe yidde wallube balebe ani gouvernement ene seli ene nangabe ene sokat dum non fof ko apartheid mo بيرام قال انه نعينه الى النظام الموريتاني والله الانظمه الموريتانيه ما يريد الشعب الموريتاني ردك لك شنو؟ انا نتكلم عنه لا نظام الموريتاني نتكلم عنه النظام الموريتاني جزاك الله خير على كل حال ذم معروف على هذا اللي قالها الشريحه اللي قالها الحراضين اعلنهم متاخرين شمالي انهم قاطوا مارس عليهم غبن وظلم وهذا لا ينعكس عليهم في جميع المجالات في جميع مرافق الدولة ينعكس عليهم في الصحة ينعكس عليهم في الجيش ينعكس عليهم
في الإدارة ينعكس عليهم، لكن موجودين بعد يعملوا. أنا أتكلم عليه من ناحية النظام، ما أتكلم عليه من ناحية الشعب. الشعب الأبيض والأسود وغيره واحد، ما في فرق. شكرا أستاذ فاضل، مرحبا بك. الآن نشتغل في الحرب بين الحوت، موافق شنو من كلام بيرام وموريتان دولة عنصرية في أبارتايد، هذا حق ولا مو حق؟ واللي بيك الروح بقى قالت لا والحقيقي. موريتانيا الأبودية ما قط مرقتها كاع، ساكنة فيها فراش أبودية، القطرة الأبودية، ورقاد الأبودية، تخراص أبودية، سلام عبودية، شغلة عبودية، كامل في موريتانيا عبودية، وهو هو اللي قلع العبودية لون، وأنتم هذوك المصاحبين صاحبة القرفافة على الشيفة، ما ينفع فيه تلاملين والكذب والنفاق وفيخ الكرش. أبودية هون والتهميش هون والكذب والزبيط والدولة كاذبة. وزير الصيد جان هون يامس ما ريناه قاع، دخل هوك تكلموا توافقين توافقين عليه جان وقيم تماما والكذب والدولة خليتنا بالزبطي. شكرا. كيف Vous êtes Sonic et Mauritanien. Oui. Ça, c'est Mauritanien.com, toujours devant vous. Oui. Par rapport au discours du président Biramda à Genève, que Mauritanie a l'apartheid, vous avez dit que pour vous. L'apartheid est parti un peu loin. C'est un peu loin. Oui. Donc, qu'en pensez-vous des écoles ici, à Pastrakouva? Parlez-moi des écoles. Oui, les écoles, quand même. On peut dire qu'il y a une petite ségrégation, il y a une petite division. Comme quoi? Par exemple, il y a des écoles qu'on peut aller visiter, qui sont seulement des Noirs. Et il y a des écoles qu'on visite, par exemple, dans le centre-ville, on trouve seulement des noirs. Ça, comment on appelle ça? On appelle ça la ségrégation. Ça, c'est une ségrégation, une partie de la ségrégation. Mais on ne peut pas dire que c'est l'apartheid. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'apartheid. Et les nominations dans le gouvernement dans le gouvernement aussi. La majeure partie des gens qui travaillent dans le gouvernement, c'est des Blancs. C'est des Blancs. Oui. Mais on voit quand même les Noirs. On voit quand même le noir, malgré il y a la dominance des blancs, mais on voit quand même le noir. Et qui domine en Mauritanie, les noirs ou les blancs? Non, c'est les blancs qui dominent. La population? La population, c'est le noir qui domine. Ok, merci. Okay.